هل احنا طبعا سجل انا شيء يحصل عندنا ما انا انا اشرح لك حاجه ان احنا من الحاجات المهمه جدا جدا انه اطلاق صلاح المحترمين ان احنا دايرين وين وانا ما اسكت انا ما اسكت انا اقول لك اخذوهم من المرافق بالحاويات اخذوهم من اللي عندهم اشوفهم من المرافق ناخذوهم من فانتوريه لان عندهم بقريه بانيات مدينه بانيات زمان ساحليه ناخذوهم تقريبا من هنا لهنا في بنيات وين؟ هي تابعة لمحافظة الطرق أخذوا المعتقلين بمطبحات بنيات نحن بالأفرع الحين 3000 معتقل عربي المسجلين والله ما نعرفهم بالعشرة آلاف ويشوف أخذوهم مديحة لا مو علي مو علي أحمد أحمد حوالي 3000 معتقل ترى هي خلافية لحالها اللاذقية مشتغلات وين؟ مشتغلات في السجن المركزي امبارح مكان سكينة 56 تماما انت طلعهم طلع 56 من هون اخذهم هدول اخذوهم من هون اخذوهم من هون امبارح انا بكذب انا داير عليك هل ثاني تماما ما يطيدون هدول ياخذوهم بالاخذوهم ايش يعني؟ ما ياخذوهم بالسرعة ما ياخذوهم تهمة يعذبوهم ما تشوف انت حمزة الخطيب كيف مات ما يتقيد هذا ياخذ يلد الافرع لحمزة الخطيب بدرعة في منه امثال علا سبلاوي يا حمد بلد تبدأ في مرعا ولا تمام اوكي علا تمام نحن هدول ياخذوهم مثلا انا ياخذوني الحين اضرب مثال ياخذوني ما ياخذوني يسجنوني انه انا معتقل ياخذوني يحطوني بالاقضية يعذبوني تمام نحن في عنا شهيد اسمه مناح سجل عندك مناح وكيل يعذب هلا وين مكان يا قلت الامن العسكري قصر الامن العسكري مثلا ضد المثال انا في 10000 انا اضرب لك مثال امني مناح عسكري مناح لا عفوا بالامن العسكري لاقوية الامن العسكري مناح منو وكيل مناح 20 سنة يا رجل والله يعني شباب انا اوريك عشان تنظم شغلة كويس اطبع لي نيسا ليك هم سيدي بتيدي متأكد كلهم مناح وكيل 10000 معتقل 10000 معتقل عسكري مناح وكيل تماما اشتغل وين الان بالامن العسكري بالاقضية ما يسجل هذا انت ما تخليك يا طيب بشيء ما يسجلونهم بالقيود ما يسجلون هذول ياخذون للاقضية اقضية افرع المخابرات يعذبون وين دالة الاقضية تحل تحل ياخذون يعذبوهم يضربونا بالكهار ياخذونا يا سيادة العقيد لانه امن حرية يضربونا بالكهار يا سيادة ما يسجلونا انت توحى المدني هذول مسيجين هذول امهم بعد لهم سجل هذول ما يكون عليهم حسن اما اللي ظالب الحريه مثلي والان عرض وشه هذا ما ينشاف بقى امه ما تشوفه هذا يتاخر في الاقرب الاقارب يتعذب هذا 10000 مقيد بالاسم وبالعمر هذا تصوير هو المخابرات السريه لا تصوير اها يلا ثاني واحد تمام يلعب على السبلاوي تمام يطلع اسمعوا له السبلاوي أربع سنين ما إلى ذنب ما بتعرف تحكي لسه أربع سنين طنصوها بعينها بحضن أمها بحضن أمها طنصوها بعينها كانوا ازدحام الرمل لازقية ضيبة بالبارجة شباب ما حدا يطلع كلام يا الله ده كله احنا بنفنطه وبنطلعه الليله دي بالمتا اي وقت اضرب لي تليفون الليله بالمتا اضرب لي تليفون الليله بالطهور اضرب لي تليفون بالحفظ
تعطوا بكره الصباح تقبلي اضربني تليفون قول لي انا مميز وما حد عمل لي حاجه لازم اذا ارجع التليفون تليفونات من الدماغ لازم تتالي امك لاخواتك لقطانك للماجدين حطوا اي حاجه اضربني انا تليفون انا مميز نصور هذا التليفون ما تصور بعد ما تصور بلا تصوير اطلع يا اطلع الكاميرات بتيجي فورا والله لما نحن بنصور مظاهرات ما بيصورونا هنا حاملين عند اهلنا ما يصورونا لانه طلعنا مظاهرات على مشهور شو بدك تمر في التلفزيون تصورهم شو بدك فورانا صورني تاخذ وجهي سجل وجهي لياخذوني اخذت المخابرات ما كانوا يصورونا لما نطلع مظاهرات احنا انت شفت على مشهور يصور ليش الحين مجين يصورون هذه الحاله غريبه هذه الطريقه لانه ما تعرف انت هذا النظام هذا ايش حقير ما تعرفه اخذ بس نظام على وجه الارض تخيل يا رجل تخيل المعتقلين المعتقلين ما ياخذهم يجي اهله يشتغلوا للمخابرات يقول له انقلع ما عاد تشوف ابنك تخيل يقول له ليش يقول له انقلع ما تشوف ابنك انت عيد ابنك تخيل يا رجل تخيل احنا نروح لمين امي على وجه امي قبل ما نروح اطلع من البيت والله وجه امي عندك هي معتقل سلام باحسن انت كنت الحين ضلوا انت كنت الحين مكان وراكم 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 انت كنت ال